بسم الله الرحمن الرحيم. احنا متسبين وحدة حماية الروضتين، واجبنا هنا لحماية زوار ابو عبد الله الحسين. طبعا هي زيارة ما يعني ما بيها يعني ولا تحس بتعب، بالعكس احنا واقفين لحماية ابو عبد الله وخدمة الزوار، واجبنا الاخر زائر من يطلع من كربلاء ان شاء الله. ونرحب بالزوار من اي يعني مكان. وحدة حماية الروضتين مستعدين لكافة احتياجات زوارنا، زوار ابو عبد الله الحسين عليه السلام. الحسين هو انسانية، علمنا الصبر، علمنا التكاتف. ان شاء الله وحدة حماية الروضتين مستعدة لكافة احتياجات زوار ابو عبد الله الحسين عليه السلام.